يعني ماذا يفعلون؟ الجماعة يقولون مشي قبل العقود، تعطونا كوميشن يعني، فبلشوا يعطونا شوي. تطور الأمر يعني، وصلت هذه القضية دفع فيها رشا يا أستاذ أحمد قرابة ال 100 مليون دولار، أها 100 مليون دولار، وهذا مبلغ يعني ماكو أشمل من 100 مليون دولار. هو المبلغ اللي المبلغ اللي فعلا العقد ايش قد؟ مليار و450 مليون دولار هو قيمة العقد هذا حقيقة، ممتاز. وهي أكبر عملية فضيحة فساد للشركات النفطية في العالم كله، طيب اللي هي الشركة التي قادها البطل العراقي أها باسل الجراح صاحب شركة أونا أيوم الوهمية، طيب اللي هيئة النزاهة العراقية، أستاذ أحمد شوف الضحك، خلي يسمعوا العراقي، هيئة النزاهة العراقية أنا دخلت على موقعهم قرأت تاريخ هاي القضية، لقيتهم يقولون وذهبنا إلى بغداد ولم نجد لشركة أونا أيوم موقع أو مكتب. يعني تخيل هذا بايق، هل قد مسوي مصايب وبايق أموال العراق وما عنده حتى مكتب، ما يعني ما عنده مكتب في بغداد، ليس لديه اي مكتب، عجيب هاي شركه عجيب. يعني شركه وهميه.